السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيرات شعبه. مجلس النواب يوافق نهائيا على التعديلات الدستورية تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي. المتحدث باسم الجيش الليبي يطالب قطر بوقف تدخلاتها في الشأن الليبي. الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، ومؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان، وذلك لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني. وقد أعرب الرئيس عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان. تفقد رئيس السيسي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها. وقام رئيس السيسي بتفقد القوات الموجودة بأرض العرض، كما اصطحب مجموعة من طالبات وطلبة الجامعات المصرية وطلاب الكليات العسكرية وكلية الشرطة، وذلك لتفقد استعداد وجاهزية قوات قاعدة محمد نجيب العسكرية. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان مجلس النواب قد وافق بالأغلبية على التعديلات الدستورية. قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات حكومة الوفاق شنت 6 غارات استهدفت منها 5 مواقع مدنية. وخلال مؤتمر صحفي أوضح المسماري إن معارك الجيش الليبي يوم الثلاثاء كانت ضد جماعات إرهابية تضم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي وخلايا داعش. كما أكد المسماري أن النظام القطري لن يتمكن من السيطرة على مقدرات ليبيا من النفط والغاز، وطلب المسماري قطر بوقف تدخلها في الشأن الليبي، وذلك من خلال دعمها للجماعات الإرهابية في البلاد. أكد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح أنه يدرس كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت ممكن، وأشدد في مؤتمر صحفي بالعاصمة على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد. ودعا صالح المواطنين لانتهاج أسلوب الحكمة والصبر، واصفا المرحلة الانتقالية بأنها ذات وضع خاص ومعقد. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول تدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بأنه أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي. وفي تغريدة له على حسابه على موقع تويتر، اعتبر ترامب أن ذلك التحقيق كان محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية. وكان تقرير مختصر للنتائج التي نشرها وزير العدل أظهر تبرئة ترامب من التواطئ مع روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.